السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه برومك ابس، بيسهل لك ان انت تكتب الجملة اللي تسهل عليك او تخليك تاخد افضل نتيجة من الذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي. على سبيل المثال انت عايزه يكتب لك مثلا كبلوجر، تمام؟ فانت عايز تخلي اوتبوت شكله حلو، فممكن تقول له مثلا انا عايز عن حاجة عن الذكاء الاصطناعي، واكتب مثلا AI and ML، كم حرف، كم لينس اوف بوست، والتون هيلبفول، والاوتبوت انا عايز تايتل وشورت ديسكريبشن وديسكريبشن وسي او كيورد، واقول له سبميت. يبقى يقول لي روح لشات جي بي تي اديله الكلمه ديت، تمام؟ هقول له كوبي وروح فعلا لشات جي بي تي وابدا اديله الجمله دي كلها، يبدأ هو يكتب لي. خلي بالنا ان الامر ده دي اصبحت مهنة وليها مهنة وليها مرتبات عالية جدا ومطالب بيها، اللي هو برومت انجينير او شخص متخصص في ان هو يكتب الكلمة اللي تدينا افضل نتائج من شات جي بي تي. طبعا شات جي بي تي او الذكاء الصناعي لما بتكتب له اي حاجة بيجاوب، لكن تفرق الوصف الكلام اللي انت كاتبه. لما تخش مثلا على برنامج زي الميد جورني وتقول له ارسم لي مثلا الاهرامات، عكس لما واحد يخش ويقول له ارسم لي الاهرامات زي ما اتبنت زمان وحط لي جنبها كذا وكذا وكذا، وما ترسمليش مثلا جنبها اي حاجه معاصره. فلما اداله الوصف جات له صوره رائعه. في ناس بتعرف تشتغل على الموضوع ده. فالموقع ده مهمته ان هو يسهل عليك القصه دي. يعني كود جنريتور مثلا هتقول له انا عايز كذا، وتختار اللغه اللي انت هتبرمج بيها، فهو يقول لك ايه الحاجه اللي انت تكتبها ازاي، تمام؟ طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز حاجه خاصه بالبرودكتيفيتي، مثلا سوشيال ميديا بوست، عايز حاجه مثلا. طيب خلينا نجربها. طيب بيقول لك انت عايز يبقى فيها مثلا ايمج وتكست، هتنشرها فين؟ تفرق طبعا هتنشرها فين. انت بتخاطب انهي جيل؟ مثلا انا بخاطب جين زي. التون بتاعتي مثلا عايزها فان. الجول ده هيبدا يديك الجمله اللي تروح لشات جي بي تي يسهل عليك التكوين الاعلان بتاعك او الكلام اللي عايز تكتبه. للجيل الجديد دي الانسب حاجه تكتبها مثلا للجيل الجديد. طيب نرجع تاني نجرب ايه تاني. نجرب مثلا كود اكسبلينر. عندك كود معين هتحط الكود هنا وتخليه هو يوصفهولك لاين باي لاين سمر. هو مش هيوصفهولك هنا، هو يديك البرومت اللي ينفع تبعته للذكاء الاصطناعي فيبدا ان هو يديك المنتج اللي انت عايزه، تمام؟ اي كود عندك مثلا بجافا سكريبت بالبايثون بالسي شارب اي لغه برمجه هتكتبه هنا هيبدا ان هو يتعامل معاك. طيب ليست اوف كومبيتيتور. طيب بزنس وليكن مثلا نخليها ايه مثلا. طيب خلينا نقول سبميت. تعالى بقى نروح لشات جي بي تي وقول له اكتبها لي بالشكل ده. بيقول لي اكتب اسم الشركة. اكتب اسم الشركة. اسم الشركة صالح. كتب لك الجدول وحط لك اسامي الشركات ومقر الشركه وهل هي منافسه ولا لا. بيقول لك انا ما عنديش معلومات بس افترضت لك. طيب ماشي شكرا جزيلا. مثلا انت مهتم مثلا بالاديوكيشنال، خلاص. طيب عندي مثلا حاجه خاصه بالاي اي بروجرامر، البايثون مثلا اديوكيشنال، الستايل الفانكشن انكلود كود وعايز الشرح بتاعه. تروح برضه شات جي بي تي وتبدا ان انت تقول له اعمل كود. هو لنا حد معين خلصناه يعني، ف
كتب لنا كود بشكل دوت. فانت ممكن تقدم على وظيفه برومت انجينير وتستعين بالادوات دي عشان تسهل عليك، مثلا لينكس تيرمينال، انت شوف انت عايز تفكر في ايه، تمام؟ هو يبدا ان هو I want to act as a Linux terminal. تعامل معايا كأن أنا فتحت Linux terminal وهبدأ أتكلم معاك، تمام؟ فأي أمر هتديهوله كأنك كتبت الأمر ده في الدوس بتاع Linux ويبدأ يجاوب عليه. مثلا شوف بقى ايه الحاجات اللي انت مهتم بيها. دي مثلا حاجات متخصصة في البرمجة، تبدأ تشوف اي حاجة اللي انت مفيدة بالنسبة لك. ممكن تديله كود تحدد اللغة اللي كاتب بيها وتكتب له كود بلوك وتشوف ايه التحسين اللي انت عايزه. اتمنى الموقع يعجبكم، ما تنسوش لايك وشير.